في الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد نشر صورة لوصول الفريق إلى ألمانيا لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب راين إنرجي ستوديوم. الحساب الرسمي لموقع يلا كورة نشر صورة لبيرلو توضح الفترة الزمنية القصيرة بين تولي فريق الشباب والفريق الأول بيوفنتوس. لسه بنتكلم في موضوع بيرلو، حساب فوتبول تويت نشر صورة لبوفون وبيرلو وقالت عندما يكون المدير الفني أصغر من لاعب الفريق. في الجول على تويتر نشر تصريحات ميرتنز جناح نابولي عن أسباب الخسارة من برشلونة. كمان المصري اليوم على تويتر نشر لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان بعد الخروج الأوروبي. حساب التلفزيون الروسي بالعربي نشر ان ريال مدريد سيعير جاريث بيل الى احد الاندية الكبيرة الفترة المقبلة. واخيرا حساب فرانس 24 على تويتر عن المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ وبرشلونة في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. طيب الكلام الفترة الحالية على الشامبيونز ليج الأوروبي والكل طبعا بيتمتع وبيتفرج على الماتشات دي. امبارح شفنا برشلونة في الحقيقة وميسي عملوا مباراة كبيرة جدا وفوزهم على نابولي بعد ما كانوا متعادلين في إيطاليا بنتيجة 1-1. امبارح كسبوا 3-1 في ليلة تألق ميسي، وفي الحقيقة هي مش ليلة واحدة، هو ميسي دايما بيتألق وبيتوهج في كل المباريات يعني، وبصراحة هو اللي شايل برشلونة الفترة دي. لو شلت ميسي كده حتى في وجوده في الدوري الدنيا كانت صعبه، فلو شلت ميسي كمان في مباراه امبارح الدنيا تبقى اصعب بالنسبه لبرشلونه او في اي مباراه اخرى يعني. لكن في العموم بنبارك لجمهور برشلونه تاهله لدور الثمانيه في الفتره المقبله، وهيقابل منافس قوي جدا وعنده لعيب جامد قوي اللي هو ليفاندوفسكي، فالدنيا هتبقى برده فيها صعوبه شويه على برشلونه، لكن تبقى مباراه كبيره هنشوف فيها نديه قويه جدا. فبالتالي خلينا نبتدي بمانشستر يونايتد واللي نشروا صورة لوصول الفريق، ودول طبعا بيستعدوا للدوري الأوروبي لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي البطولة دي على ملعب راين إنرجي ستاديوم، والمباراة هتكون قوية جدا وكفة أعتقد مانشستر يونايتد هتكون أرجح في تواجد برونو فرنانديز طبعا النجم البرتغالي اللي فرق كتير قوي، وواضح الكلام ده في بطولة الدوري في مستوى مانشستر يونايتد، وساعد بشكل كبير جدا في احتلالهم للمركز الثالث ووصولهم للتشامبيونز ليج الموسم القادم. فهتبقى مباراة قوية، لكن اكيد الكفة ارجح لمانشستر يونايتد. فريق كوبنهاجن ده على ما اتذكر نجمنا المصري محمد زيدان لاعب فيه فترة من الفترات يعني. خلينا نروح كمان ليلا كورة وحسابهم على موقع او على حسابهم الرسمي فين يا جماعة، على تويتر او فيسبوك في العموم يعني، ونشروا صوره لبيرلو توضح الفتره الزمنيه ما بين ان هو كان تولى تدريب فريق الشباب بيوفنتوس والفريق الاول ليوفنتوس. ايه اللي حصل بيرلو بالظبط؟ من 3 ايام تقريبا تم اعلان ان هو مدير فني لفريق الشباب لفريق يوفنتوس الايطالي، بعد كمان ما مشي ماوريسيو ساري بعد الخروج في المباراة الأخيرة أمام اليوم من الشامبيونز ليج فتم إقالته. فسريعا على طول أسرع انتقال في التاريخ يعتبر يعني، بيرلو بعد ما كان في مدير فني للشباب بقى هو المدير الفني للفريق الأول، والثقافة هناك مفيش مشكلة، ادي فرص للشباب كمدربين، وزي ما شفنا قبل كده جوارديولا كان ماسك الناشئين في برشلونة بقى هو جوارديولا بعد ما مسك الفريق الأول لبرشلونة، فعندهم الجرأة في الجزئية دي. نتمنى النجاح لأسطورة في الحقيقة في خط الوسط وأسطورة إيطالية هو بيرلو النجم الإيطالي مع يوفنتوس. لسه مع يوفنتوس وتحديدا حساب فوتبول تويت نشر صورة لبوفون وبيرلو هما مع بعض، لكن هنا بيعملوا مقارنة أو مش مقارنة يعني، بيقول لك إن موجود مدير فني أصغر من لاعب الفريق. بوفون عنده 42 سنة ما شاء الله، وطبعا حارس مرمى عالمي يعني. في المقابل بيرلو عنده 41 سنة فقط، فبيقول لك عندما يكون المدير الفني أصغر سنا من لاعب الفريق، ودي ظاهرة يعني أو حاجة غريبة تعتبر في كرة القدم، لكن الحاجات دي بتحصل في أوروبا عادي جدا يعني. خلينا نروح في الجول وتصريح مهم جدا لميرتنز من خلال صفحتهم على تويتر، وميرتنز اللي طبعا النجم البلجيكي المميز جدا واللي جاب هدف نابولي الوحيد امبارح في مرمى برشلونه من ضربه جزاء
اتكلم في تصريح غريب شوية. قال ايه؟ قال احنا مشكلتنا في مباراة امبارح ان احنا بعد ما جه فينا هدف واتنين ما كناش عارفين ايه استراتيجيتنا في اللعب عشان نقدر نعوض. وشاف كمان ان مشكلتهم الاكبر ان هم كانوا بيلعبوا ميسي، ودي الحقيقة. يعني ميسي جاب جون التاني ده جون تحفة، جون تحفة. والتالت انا بصراحة مستغرب هو ليه ما اتحسبش، او بيقول لك هاند بول بس ما اعرفش الفار بقى هو ادرى. كان جاب جون تالت كمان حلو واتلغى يعني. لكن في العموم تصريح برضو غريب من ميرتنز، معرفش جاتوزو هيستقبل التصريح ده ازاي، طبعا لو هو مدير فني لنابولي. طيب نروح لمصر اليوم على تويتر اللي نشر لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان بعد الخروج الاوروبي. وانا شايف ان مفيش اي مشكله في الحقيقه في خروج ريال مدريد الاوروبي. كان عندهم امال وكانوا عاملين مباراه قويه جدا مع مانشستر سيتي، اخطاء فاران هي اللي كلفت الفريق الخروج، لكن في نفس الوقت الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه قدرت ان هي كمان الفتره اللي فاتت تحقق بطوله الدوري بشكل مميز جدا مع زين الدين زيدان. وفي الحقيقه انت لما تشوف كده شكل زيدان تفتكر البطولات على طول، ما شاء الله حقق عدد كبير جدا من البطولات مع ريال مدريد، يكفي 3 تشامبيونز ليج ورا بعض، حاجه تاريخيه يعني. فاكيد في كل الدعم لزين الدين زيدان خلال الفتره اللي جايه.